فطير المشلتت، فطير الشرقي جميل المقربش ده، الله اللهم صل على النبي. بالجبنه، فطير بالجبنه، عملنا 2 بالجبنه والفلفل والزيتون، وعملنا ساده، فطير الساده، وعملنا واحده صغنونه جميله جميله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شايفين الفطير؟ شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. بالهنا والشفا بقى للياكل، اللهم صل على النبي. اتفضلوا بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده بقى فطير، فطير فلاحي او فطير شرقي سادة، وبالجبنة، الجبنة وزيتون وفلفل اخضر، وعندي ميكس جبن اهوت، اي جبنة عندي، جبنة فيتا، جبنة شيدر، جبنة رومي، اي، وعندي شوية ملح وشوية سكر وشوية زيت ومية دافية عشان الجو برد. نبدأ بقى نعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي بقى ننقل الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، المية بقى على حسب ما العجينة تاخد معايا، بقى عجينة طرية حلوة. احط الميه الاول اهي، احط شويه ميه، يعني ما تحطش ميه كتير عشان اظبط العجينه ما تطلعش من العجينه، وشويه ملح وشويه سكر، واقلبهم في الميه، ادوبهم في الميه. هنزل بقى بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلم الله. المية شوية بشوية، احط المية حبة حبة كده، شوية شوية كده، انزل انزل بالمية حبة شوية شوية كده، بشوف العجينة في ايدي. العجينة بقى كويس، الفطير بيحب يتعجن كويس اوي. تعجنها كويس قوي قوي قوي، عجينة الفطير بتحب تعجنها كويس. لما سابت تشوفه من ايد اهيت، وتسيب من البنة اللي بتعجني فيها، وتعجنها على الرخامة، الطبيعي على اي حاجة، المهم انك انت تعجنها كويس عشان تتفرد معاكي حلو.
لما تعجنها كلها تبقى احلى. شايفين بقى عجنها معايا بقى جميله ازاي اهي، لا لينه ولا لبس، جميله اهي طريه جميله. بس كده بقى اقطعها بقى على الحب اللي انا هعمل بيه الفطيره، على قد الصواني، على قد ما انت عايز تعملها صغيره كبيره. العجينه اللهم صل على النبي، العجينه بتلزق في ايدي ولا بتلزق باي حاجه. نقطع بقى العجينه بقى بس كده. بقى كورها بقى نبتدي بقى نفرد نفرد العجينه اهي بالنشابه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العجينه معايا جميله ما شاء الله ازاي. Thank you.
عندي زيت بقى هبتدي عشان افرد عليها بقى كتير افردها قوي 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 انا عايزاها تبقى بسم الله الرحمن الرحيم. كل ما تتفرن اكتر كل ما هتبقى احلى ان شاء الله. السمنة من الساعة ومضيت
نسيبها بقى تريح شوية. هنفرز زي ما فرينا التانية بالظبط بنفس الطريقة. هنشيل الجبنة بقى. زيت واحدة تانية. خلصت كله اهو، قطبته كله اهو، رقته كله اهو.
بقى احط على ديت بقى جبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جبنه انت بقى بتفضليها بقى اهي. شوية فلفل بقى. عايزة تحطي فلفل ألوان؟ حطي فلفل أي فلفل، فلفل حار. الواحد يحط الحشوة اللي هو يفضلها، وشوية زيتون. نحط شوية زعتر بقى، زعتر محوج اهوت السمسم، يدي ريحة كمان وطعم جميل. تبقى اللفاية اللي عايز يحط زعتر يحطه، اللي مش عايز يحط عادي بقى، ده اختياري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحة بتاعت الزعتر جميلة جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. كمان واحدة بقى عشان تشيل الحشوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي احطها اهي، اللي انا حشيتها اللي حطيت فيها الجبنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي كده خلاص، دي بتاع الجبنة، حشوة الجبنة كده خلاص. لكن استوانا سنة اللهم صل على النبي. شايفين الفطير جميل ازاي؟ فطير المشلت، فطير الشرقي جميل المقربش ده. الله اللهم صل على النبي. بالجبنه، فطير بالجبنه، عملنا اتنين بالجبنه والفلفل والزيتون، وعملنا ساده، فطير الساده، وعملنا واحده صغنونه جميله جميله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شايفين الفطير؟ شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. بالهنا والشفاء بقى للياكل. اللهم صل على النبي. اتفضلوا بالهنا والشفاء.